مباشرة فيها خطورة. خليني أقول لكم بعض الأشياء فقط بدل قبل لا أبدأ أخذ أسئلتكم، ما عندي مانع يعني، بس اليوم بقول لكم عن شيء حلو. المهم، أولا بغيت أشكركم على حضوركم دورة الذبذبات الصوتية. سوينا دورة جلسة سوري جلسة كانت بالبث الحي عن استخدام الصوت والأحبال الصوتية، صوتك أنت بنفسك، لتفريغ مشاعر معينة مثل مشاعر الخوف، مشاعر الغضب، عشان تطلع من جسمك ما تتم داخل، لأن هي على أساس أن الصدمات والغضب والخوف لما يجلس في الجسم هذه هي الطريقة الأسرع للوصول للمرض للأسف يعني. فأنت لما تكون عندك مشاعر مكبوتة داخل جسمك صعب جدا أن أنت تعيش حياتك، صعب جدا أن الخلايا تكون صاحية، صعب جدا أن وايد أشياء تصير في الجسم. فهذه التفريغ هي بالذبذبات الصوتية، بالأحبال الصوتية. أنا عندي تخصص فيه من فترة بس مو دائما أتكلم عنه يعني، بعض الأوقات أستعملها في جلسات الرحلات الصحة لما نكون في مجموعات نجلس وجها لوجه يعني، ولكن حسيت أن هذه الظروف خاصة فعلا الواحد يحتاج أنه ينفس عن المشاعر اللي يشعر فيها، حتى إذا هو ظاهريا حاس أنه لا عادي ما في شيء والدنيا بخير، وذي الجمعي المشاعر الجمعية اللي موجودة ممكن أنها تترسخ فيك أيضا. فالمهم أن التسجيل الجلسة كانت بالبث الحي وكان الحضور جدا جدا جميل، ففعلا شكرا لكم إذا حضرتوا وإذا موجودين معنا اليوم بعد ما أعرف يعني، ولكن كان حضور جدا جميل، مجموعة جدا واعية، الأسئلة كانت جدا ثمينة، وسجلت الجلسة كلها وموجودة الآن كتسجيل ممكن أن أنت تحضرها على أكاديمية عليا. ففعلا أحس أن هذا ما نحتاجه اليوم، بدل ما تقعد تطالع الأخبار وتقعد تطالع السناب شات والأشياء اللي ما لها داعي، تستثمر وقتك، الجلسة تقريبا ساعتين، تستثمر وقتك في شيء فعلا مفيد حق جسمك وبيساعدك حتى مستقبلا يعني. في بعض اللي كانوا حاضرين يقولون لي أنا السبب اللي خلاني أحضر مو شرط الظروف اللي إحنا فيها اليوم، لها علاقة بمثلا يمكن عندهم مشاكل في علاقاتهم، يمكن عندها غضب مكبوت من زمان، يمكن حتى أشياء شالتها هي من الطفولة. حلو أن الواحد يقدر يفرغ بهالطريقة يعني، ممكن أنه هو يستخدم هذه الأشياء، وهي آلة موسيقية عندك هني موجودة يعني تساعدك في التفريغ. فتشوفون أن احنا بعض الأوقات نستعمل هذه الأصوات بدون شعور يعني، لما يصير فيك مثلا تعب نفسي ولا شيء وتقول آه تعبت، ولا آه مللتوني، ولا أوه شفيكم، هذه كلها أصوات يطلعها الجسم للتنفيس. ولكن لما نبدأ ندرسها ونتمعن فيها نكتشف أن احنا نقدر نستخدمها حسب الطلب، حسب الحاجة، نقدر نستخدمها وقت ما نحتاج، ونقدر نستخدمها قبل ما نوصل إلى مرحلة يوصل فيها يطفح الكيل يعني، أنه خلاص لازم أغضب ولازم أصرخ عشان أنفس عن روحي يعني. بالعكس في درجات ممكن أنت تستخدمها قبل عشان تبدأ في هذا التفريغ قبل لا يطيش، قبل لا يفور يعني. أوكي، فالجلسة موجودة بالتسجيل على أكاديمية عليا، التسجيل فيها مفتوح الآن، ممكن تحضرها من أي مكان في العالم، الجلسة كلها أونلاين. والصراحة الحضور اللي كان معنا ذاك اليوم كان جدا جميل، كان عندنا ناس من الخليج، كان من الشام، سوريا، فلسطين، كان عندنا ناس عرب ساكنين في أمريكا، عرب في ماليزيا، عرب في أستراليا، من المغرب، من مصر. فجدا كانت جميلة المجموعة، والأسئلة اللي انطرحت فيها كانت ثرية، وحاولت الصراحة أجاوب كل الأسئلة يعني. وتشوفوها أنتوا خبروني شنو رأيكم، لأن فعلا أن الحضور ابتدينا بكل واحدة تقول لي أنا عندي مشاكل وعندي كبت وعندي غضب وعندي قهر وعندي ملل أيضا في هذه الأوضاع اللي احنا عايشين فيها. والله العظيم على نهاية الجلسة الكلام كله تغير، اللي تقول أحس بطير، اللي تقول أحس أن شيء انشال، حمل انشال عني، اللي تقول مهم. فأنتوا احضروها، هو المبلغ رمزي صغير، ولكن المبلغ اللي أنا حاطته عشان يعني الناس يقولون ليش ما تسوينها مجانية عشان الكل يستفيد، هي ما تصلح للكل، لازم يكون الشخص منفتح، لازم يكون عقله منفتح. بعض الأوقات إذا حط أشياء على يوتيوب وتكون خلينا نقول مستواها شوي أعلى أو أعمق من المستوى العامة، يطالعها مثلا يكون هو مو جاهز انه يتقبل المحتوى اللي فيها، عقب يحط تعليقات ويخرب حتى على تجارب الباقيين. فاذا عقلك منفتح ادخل عليها واقرا الشرح، شوف اذا تحس انها تنطبق عليك واذا تحتاجها، فبهذه الطريقه يصير انت تستفيد منها اكثر حتى اذا تحط فيها مبلغ.
ولكن ايضا عشان نشيل الناس اللي كانت ممكن بس بتطالع لانها متمللة، ولا يعني الناس اللي مو جادة في التطور الروحي. فأحس بهالطريقة نقدر نوصل إلى نخبة شوي من الناس، شوي أرقى، عشان نقدر نستفيد كلنا حتى كمجموعة يعني. والمهم أن الدورات كلها على أكاديمية عليا، يعني حتى عندي دورة ثانية على يوغا الوجه، اللي هو الحين هذا الوقت المناسب صراحة عشان تسوين الرياضات للوجه، اللي هي نحت وشد الوجه عن طريق حركات معينة تسوينها في الوجه. في ناس قاعدين يشتركون في دورة التنفس الصحيح هالأيام عشان يتعاملون مع الخوف والهلع اللي صاير. أنا تراكش ضبان ساعات يعني فعادي. في ناس تشترك في 30 يوم من اليوغا، عندنا دورة أيضا مع شدن. ففي كذا دورة ممكن أنت تشترك فيها. طبعا دورة المناعة هي أهم واحدة اللي مفروض أن تشترك فيها اليوم، لأن الكل يحتاج مناعة. فياريت تستثمر وقتك هالأيام في هالدورات أو غيرها يعني، أو حتى في أي مكان ثاني. ولكن ياريت شوي نبتعد عن الأخبار، نبتعد عن التهويل اللي صاير، ونستثمر هذا الوقت في أشياء ممكن تفيدنا مدى الحياة، أشياء اللي ممكن تتعلمها الحين. المهم أن أنا واحدة تقول أتنفس بصوت عالي عادي. ما أدري يعني ما ليش تتنفس بصوت عالي. معلومات رائعة جدا تقول سميرة من اليمن. المهم أن الاشتراك، في ناس كانوا سائلين عن الاشتراك في وين. أكاديمية عليا هي aliaacademy.com، أو حتى إذا تدخلون جوجل تكتبون بحث أكاديمية عليا بيطلع لكم. سوري لحظة راحت الكومنتس تحت. لولو تقول أن صرت نباتية، الفضل يرجع لك. الله يا لولو. موضوع الخجل في سن العشرين، خلا أقول لكم عن موضوع اليوم بعدين أخذ شنو هذه مترجمة بس. تقول موضوع كتابك ليش ما في مصادر، ليش العلوم كلها من مخك ولا مخذتها من أجانب مترجمة بس؟ إيش دعوة، ما عندنا معلومات إحنا بنفسنا، لازم نأخذ شيء من أجانب. كيف نشترك أكاديمية عليا؟ aliaacademy.com. أسئلتكم زادت. مروة من فلسطين، أهلا يا مروة من فلسطين. صباح الخير. المهم موضوع اليوم بغيت أتكلم عن الماء، ولكن ما بغيت أتكلم أولا معاكم علي المؤيد اللي توه حاضر، ما أعرف حس إنه زاد الحضور في هالدقيقتين. معكم عليا المؤيد، وحلقاتي تنزل مفروض ان ادخل بث المباشر كل خميس، مفروض يكون شيء شوي رسمي اكثر. ولكن هالاسابيع قاعده اصور من البيت من الحديقه صراحه، يعني اقضي وقتي اغلبه في الحديقه هالايام. وتبقى الحلقه مسجله على انستغرام 24 ساعه، وبعدين تروح على قناتي في اليوتيوب. فاذا شفتوها في اليوتيوب اشتركوا في القناه ايضا عشان نساهم في نشر هذه المعلومات، معلومات الصحة باللغة العربية خاصة، لأن أحس أن في نقص في هذه المعلومات باللغة العربية. اليوم خاصة بغيت أتكلم عن موضوع الماء. وليش بغيت أتكلم عن موضوع الماء؟ مو بس عن أهمية الماء، كلنا نعرف أنه لازم نشرب ماء، وكلنا نعرف أهمية الماء للمناعة حتى، وللصفاء الذهني والصفاء الشعر وصفاء البشرة وهذه كلها. ولكن اليوم بغيت أتكلم عن خاصية الماء وقدرته على التأقلم مع الأوضاع، نتكلم من ناحية نفسية. فأنا دائما لما أحد من عيالي مثلا متضايق، ولا إذا صارت أمور ما كانوا متوقعينها ولا ما عجبتهم، حتى مع نفسي لما أكلم نفسي دائما أقول لهم كن كالماء. ليش؟ شنو يسوي الماء؟ الماء عنده انسيابية ومرونة جدا عالية. فتلاقون لما الماء يوصل إلى حاجز، فخلنا نقول الماء نازل من الجبل يوصل إلى حاجز شيء مسدود، يتأقلم، ما يوصل عند هذا الحاجز ويقعد يصرخ ويبكي ولا يقعد يطشر، ولا فقط يغير مساره. فأي وقت يلقى هو ماشي الماء، أي وقت يلقى أنه شيء مسدود يغير مساره. فأنتوا تشوفوا شكل الأنهار حول العالم شلون، ما في نهر بس سيدة يعني من A to B وخلاص واصل في طريق مستقيم، هو دائما يكون في لفات، وهذه اللفات هي كأنها تفاعل هذا الماء مع الصدمات أو مع البلوكس اللي صارت في حياته، في حياة الماء.
شنو ممكن نتعلم من الماي؟ المرونة، الانسيابية. ففي الظروف اللي قاعدين نمر فيها اليوم حول العالم، أحس أن كثير من التعب النفسي اللي قاعد يصير بسبب رفض لما يحدث، وحتى لنفسي يعني بعد بروحي أضايق بعض الأوقات، يعني فتحسين أنا كنت بسوي كذا وكنت بسوي كذا وكانت مشاريع كذي، واللي كان بيسافر واللي مرض تعب مثلا ما قدر يسوي كذا، ولا شغلة توقف، واللي عنده مشاكل مادية. يعني إحنا اليوم للأسف يعني يمكن نرى كثير من المشاكل الاقتصادية والمادية كناتج عن هذا الموضوع اللي قاعد يصير. فدائما أذكر نفسي، عشان كذي لبس لكم أزرق اليوم، دائما أذكركم وأذكر نفسي أني أكون كالماء. الماء ما عنده اعتراض، صار شيء بلوك هو يغير اتجاهه. فأحاول حتى في هذه الفترة أني أقضي وقت أكثر مع الماء، هو في الماء، هو بالقرب من ماء، تحط لك نافورة ماء، يعني حتى عشان تشعر بهذه الانسيابية. حلو أنه يكون عندك صوت ماء، ممكن أنت تشغل لك في حديقتك أو حتى داخل البيت هذه النوافير اللي يطلع منهم ماء ويرجع مرة ثانية، تعرفون فقط صوت الماء. فهذا الماء يرجعك، أكيد تعرفوني يعني أنتوا دائما بدون شعور، يعني واحد إذا عنده صوت ماء يحس بالراحة النفسية. ولكن إذا ننقلها لدرجة أعلى، نقول إنه شوفوا هاي النحلة، ننقلها يعني نسويها، نوصلها مستوى أعلى شوي، نقول إن أنا مو بس بكون عند الماء، أنا بكون مثل الماء. فممكن إن أنا حتى أجلس في تأمل، إذا عندي، لو كان عندي الحين حولي ماء مثلا، أجلس في تأمل مع صوت الماء فأصبح هذا الماء. فهو الماء أنت يعطيك انطباع أنه هو ضعيف لأنه ما يقدر يسوي شيء، ولكن في الواقع في حتى جبال ينحتها الماء. يعني في هذا الجبل اللي نروح نتسلقه في الهند، لما نروح رحلة الهند، تشوفون أن كأنه مقصوص، كأنه سكاكين، سبحان الله، يعني كأنه أحد ماخذ هالجبل وقاصه بسكين من فوق لتحت، ولكن تشوفون فيه خطوط كأنه كان عليه شلال، وهو في الواقع هذا الجبل منحوت بالأمطار. فتشوفوا شلون الماء خفيف ورقيق، ولكن شلون قوته على مر الزمن ممكن إن هي تنحت شيء. وفي نفس الوقت عنده هذه القوة اللي ممكن تنحت جبل، سوري سيارة طايفة شوي صوتها عالي، فممكن هذه القوة اللي هي تنحت جبل، ولكن عنده هذا الهدوء والسكينة اللي ممكن إنه هو يغير اتجاهها في أي وقت، عنده هذا المرونة إنه هو ممكن يغير اتجاهها في أي وقت. فشنو صارت في حياتك اليوم اللي تحس إنه هي ما صارت الظروف مثل ما أنت كنت تبيها تصير؟ وشنو ممكن، شلون ممكن يكون تفاعلك مع هذه الظروف لو كنت أنت الماء؟ كيف ممكن يكون وجودك الآن لو كنت أنت الماء؟ لو ما كان في شيء ممكن يهزك، لو ما كنت أنت من النوع اللي بسرعة تتأقلم، بسرعة قصدي تتفاعل، بسرعة تغضب، بسرعة تبكي، شلون ممكن يكون هذا الشعور؟ وتشوفون أن عنصر الماء موجود أيضا كثير في هذه الأوضاع، يعني في أي أوضاع، ظروف صعبة ولا أي صدمات، أن في الدموع في كثير من الماء. وأتخيل أن اليوم في الوعي الجمعي في كثير من الدموع، أهما يمكن طلاب مدارس ما بيتخرجون، ولا أمهات قاعدين في البيت، عيالهم في البيت بدل ما يكونون في المدرسة، والأم واصلة حدها، يمكن صاحب بزنس قاعد يخسر بالمئات بالآلاف من الأموال، يمكن هذا أيضا يبكي، يعني ففي بكاء كثير يحدث الآن في الوعي الجمعي، ممكن أن احنا نبدأ نشعر فيه. ولكن هو نوع أيضا من الماء، وهو نوع من التنفيس، ونوع من التفريغ. فإذا عندك ماء تقعد يمه تتأمل معاه وتصير أنت هذا الماء. ولكن بنقلكم إلى درجة شوي أعلى، شوي أعلى في عصفور يمي، شوي أعلى، وهي أن أنا عن نفسي يوم الأحد بسوي صيام الماء. وصيام الماء، لأن صيام الماء فيه فوائد كثيرة، وسويت عنه حلقات أيضا موجودة على يوتيوب. أولا هي تصفية الجسم، طبعا تصفية البشرة، تصفية الجهاز الهضمي، في كثير من الفوائد. 24 ساعة فقط عادة ما تضر أحد، يعني إلا إذا عندك مشاكل صحية، إذا عندك أدوية معينة
لازم تستشير طبيبك يعني. ولكن اللي حاب يجرب معي، أنا عن نفسي بجرب عشان أزيد عنصر الماي في جسمي، ولكن أيضا عشان أدخل إلى الأعماق أكثر. يعني هو يقول لك أصعب أن أنت تدخل في تأمل وتدخل إلى العمق في داخلك إذا ما عندك هذا الهدوء في الداخل أيضا في الجهاز الهضمي. فتلاقون أن في رمضان مثلا وقت الصيام الروحانيات تصير وايد أسهل إذا صمت عدل، يعني مو إذا قاعد تصوم وبعدين تفطر الجيمات وأشياء، موضوع ثاني هذاك. ولكن إذا تصوم عدل دائما في تفريغ الجسم من الأكل وتفريغه من حتى التفكير في الأكل، ولا لأن أشوف ما بقى سوشيال ميديا، ما بقى أحد ما طبخ يعني هالفترة، ما بقى أحد ما طبخ. وهذا شيء حلو يعني إن الواحد أوكي يعني بيدخل المطبخ أشياء يسويها ما كان متفرغ لها قبل، أوكي. بس تعليقات السمنة واللي زاد وزنه كيلو وين، واللي زاد وزنه 5، واللي ما قادر يتحرك، واللي بيطفش من الملل. فأنا قاعدة أقول إن بدال ما نقول والله لازم تخفف أكل، لازم تنتبه في هذا الوضع، صعب إن أنت تقول حق أحد يلا التزم بنظام غذائي معين. ففي بعض الناس ينفع معاهم خلاص إنك تسكر تماما. وطبعا إذا احنا مجموعة نسويها مع بعض، الوعي الجمعي كله إنك نشجع بعض يعني. فإذا كل واحد يحط على حساب إنه هو بيسوي صيام يوم على 24 ساعة، ما بيصير فيك شيء يعني، مو آخر الدنيا يعني، مو آخر العالم يعني. وأنت أصلا عندك كفاية دهون في جسمك المفروض يعني إنك تكفيك أيام بعد، مو بس يوم واحد يعني. في كثير من المصحات يستخدمون صيام الماء لعلاج أمراض كثيرة، منها السكر، منها السرطانات، منها أمراض يعني حتى مو سهلة يعني. ولكن عادة ينصحون أن الواحد يطبق صيام الماء بين كل فترة وفترة، وعادة نقول حتى إذا تسوي 3-4 أيام يعني، ولكن حتى بنسوي 24 ساعة فقط عشان نشوف، عشان نحتك مع الماء. وفي هذه 24 ساعة نكون نقضي فيها وقت أكثر مع ماء. يعني إذا عندك بركة سباحة، إذا عندك نافورة، إذا عندك ما أدري مين فيكم يقدر يطلع بحر ولا ما يقدر يطلع بحر، أو في ساعات معينة يمكن مسموح لك تطلع بحر، ما عارف يعتمد على قوانينكم. فقط تقضي وقت أكثر مع ماء، مع عنصر الماء. ويفضل أنه يكون ماء جاري، يعني بدل ما تحط لك مثلا، بدل ما يكون بس معون ماء، يعني معون ماء أحسن من ولا شيء، ولكن يفضل أنه يكون ماء في حركة، لأن الماء اللي في حركة هو الماء اللي كأنه يغسل، كأنه ينظف الروح، ينظف الجسم. فلهذا السبب احنا اذا بنصوم 24 ساعه على ماء، هذا الماء ما ايضا يكون متواصل، يكون كانه يجري في الجسم بشكل متواصل، ينظف الكلى، ينظف الامعاء، ينظف وايد اشياء. ما اعرف اذا عندكم مشاكل معينه، ما اعرف اذا يصلح لك ولا لا للاسف، ومسؤوليتي ما تسمح لي ان انا اجاوبك على سؤال يصلح لك ولا لا، لان انا ما اعرفك ولا اعرف صحتك، وانت اصلا لا تاخذ معلوماتك من سوشيال ميديا يعني عن صحه. ولكن إذا تحس أن أنت حاب أن تسوي أو تجرب، هي 24 ساعة. فننام في الليل، يعني خلينا نقول السبت في الليل خلاص تخلص يومك وتنام، وتقوم الصبح يوم الأحد فقط تشرب ماء طول اليوم كثر ما تبي. ويصير أنك تضيف في الماء مثلا بعض شرائح الليمون ولا بعض شرائح الخيار، ما تأكلهم فقط أنه بس عشان تغير طعم الماء يعني. ممكن يكون ماي بارد، ممكن يكون ماي حار، ممكن يكون الاثنين، تخلط شوية كذي شوية كذاك، برنامج يعني، انت قاعد ما عندك شيء. وحتى اللي بيروح شغل يعني، حتى اللي بيروح عمل، بالعكس بتلقى أفكارك تبدأ تصفى شوي شوي شوي. وعلى هالأساس، على تعليقاتكم واستجابتكم لهذا الموضوع، سيارة مزعجة، على استجابتكم لهذا الموضوع وهذه التجربة، بنشوف بعدين نقرر هل نسوي مثلا تجربة أخرى، نسويها 3 أيام، نزيدها، أو نسوي صيام العصائر، ولا شنو نسوي. بس ودي أن نسوي شيء مع بعض عشان ما في داعي تخلص هذه الأزمة وإحنا كلنا زايدين وزننا، أو زايد الحبوب اللي في وجهنا، أو زايد الاكتئاب، أو زايد يعني أي من هذه الأشياء. ممكن أن إحنا نبدأ في مشاريع أو برامج تزيد لنا الصحة في هذه الفترة. فخلوني أخذ أسئلتكم بعض الحين، دقيقة أخذ بعض الأسئلة عن هذه 24 ساعة اللي بنسوي فيها صيام الماء. فسألوني بليز. تقول ما صرت أكل، أنا بالليل ما صرت أكل، كنت بس تشرب ماء بارد في ماء ورد. الله هذه حلو، تضيف له ماء ورد.
اوكي هذه سؤال عن فطريات وحكة الشعر. ممكن تجربين خل التفاح تخلطينه مع ماء وتشطفين فيه الشعر على نهاية غسلته. اوكي ينفع للحامل؟ ما انصح للحامل، الحامل ظروفها مختلفة تماما واخاف يقل السكر ويأثر على البيبي. شنو ماركة الماء اللي تشربينها؟ انا حاليا عندي جهاز، انا ما احب البلاستيك طبعا، وبعض الاوقات اضطر اني اشرب من بلاستيك. اذا قدرتوا تشترون زجاج يكون افضل، ولكن انا حاليا عندي جهاز في البيت اللي يجمع الرطوبه ويسوي منها ماء، فمو موجود في كل مكان يعني، ولكن لاني ما احب اشرب من البلاستيك. ولكن اذا عندك اجهزه تصفيه، ولا اذا عندك، انا الصراحه الماء اللي يطلع من الحنفيه العادي ما اثق فيه وايد يعني من ناحيه صحه، فيعتمد على جهاز التصفيه اذا تثق فيه ولا لا، ولكن انا حاليا استعمل الرطوبه. عادي اللي ترضع، ما تقدر ايضا، لان تحتاجين طاقه حق الرضاعه، تحتاجين كالوريز حق الرضاعه، فما يسوى طفلك الحين يحتاج تسوي معنا بعدين فتره ثانيه. متى نبدا؟ نبدا يوم الاحد ان شاء الله، فالاحد كله 24 ساعه، فالاحد كله بتكون صيام الماء، وبعدين تفطر الاثنين الصبح لما تقوم منه. يعني مو مثل رمضان نفطر في المغرب، لا يعني يكون طول اليوم حتى ويا الليل، وحتى بطنك تحس فيه خالي يعني، حتى يمكن ينصفق ينسحت، تحس انك بطنك فلات يعني لأول مرة. ماي مع فواكه، ممكن شرائح فواكه، ولكن مو من عصير يعني، ما نشرب عصير. بيبي ما اعرف ايش قصدها، متى نبدأ؟ كم كمية الماي اللي نحتاجها؟ يعتمد، كل ما زاد في فترة صيام الماء، كل ما تكثر كل ما أحسن يعني. بالعكس، إن أحسب إنك تروح الحمام الله يعزكم وايد يعني، عشان كأنه يصير فلاش كامل حق الجسم. كيف طريقة الماء الجاري؟ قصدك إن عشان نسمع الماء الجاري، إنك تحط نافورة، إنك تسمع ماء ينصب يعني. إذا عندك، إذا بركة سباحة مثلا فيها، تعرفون البركة السباحة الانفينيتي اللي كأنه على الجوانب ينزل ماي، بس في وايد في محلات الحدائق عندهم هذه النوافير اللي يطلع منها الماي وينزل، حتى بعضهم صغار يعني يكونون، بس تحطه على الديسك، تحط فيه ماي شوي وهو بس يمشي. فقط صوت الماء الجاري أيضا فيه علاج. تكلمنا عن ينفع نشرب شاي أعشاب؟ انت ممكن تقرر، اذا حسيت انك تحتاج تحط فيه شويه نعناع ولا شويه كذا ممكن ايضا، ما انا ما عندي اعتراض يعني، ولكن عاده يفضل انه هو يكون ماء صافي. من متى الى متى الصيام يا ناجيه؟ شلونك يا ناجيه؟ فننام يوم السبت في الليل، خلاص نخلص يومنا وننام، ونقوم الصبح الاحد وفقط نشرب ماء لثاني يوم 24 ساعه يعني. سوري وين راح تعليق ناجية؟ عندك كسل بالغدة؟ ما أعرف، لازم أنتي تتأكدين. هل الكزبرة كافية لإخراج المعادن الثقيلة؟ لا، تفيد بس مو بكافية. معاي سكر يصير؟ ما أعرف، لازم أنتي تقررين مع طبيبك. كنت بدي أكتب لك زاد وزني شو أعمل؟ الكل زايد وزنه هالايام يعني، فما يبي لكم الا شيء صارم كذي 24 ساعه، وبالعكس واحد يحس انه خلاص ما في سؤال شنو باكل، شنو بقلل، شنو كذا، خلاص السؤال جوابنا، ما بتاكل شيء ابدا. اوكي صيام الماء احد، الماء الجاري قلنا يا نواف. ارتجاع المريء وايد يساعد معاه صيام الماء. الفواكه فيها ماء نعم، ولكن فيها سكر، احنا بنوقف كل شيء. شاي الاعشاب تكلمنا عنه. سوري صارت الأسئلة سريعة شوي. دوم مالي نفس أكل صوري الجهاز ماي. أنا في الحديقة الحين. وحدة تقول أفيان عن علاج للفشل الكلوي. اللي ترى يقول إنه عايدي لي الوصفة وما سمعت وما فهمت، ممكن هذه بتم التسجيل يعني على إنستغرام إن شاء الله. أعطوني أسئلة عدلة يعني عن، لا ما ناكل، هي تقول أمليكا تقول ناكل عادي، لا ما ناكل يوم واحد ما بناكل أي شيء
لا ولا شيء ثاني بيدخل غير الماي. اوكي. وزني نزل لما حولت نباتية، تقول إيمان. ما له علاقة الوزن ينزل ولا يرتفع بالنباتية، في ناس يزيد وزنهم بالنباتية. شوفي انت يمكن غيرتي جودة الأكل، تغيرت. الماي المشبع بالأوزون أيضا جميل، ولكن ما في داعي إنه يكون طول اليوم أوزون ووتر، ممكن فقط بعض الكميات. الشاي بالأعشاب جاوبنا. ليش ما تجاوبيني؟ ما أدري ما شنو سؤالك، ترى أنا قاعد تطلع لي يعني وايد تعليق. سوري الحين بطوف. أوه أوه أوه. ممكن ناخذ الفيتامينات والمكملات اليومية، هذه حلو. يوم الصيام الماء لا، نتوقف عن كل شيء، لأن في أيضا تحسين للمناعة على فكرة صيام الماء، لأنه فعلا يعطي جسمك الفرصة لأن يتوقف عن كل شيء، يعيد بناء وايد أشياء. سعاد تقول شنو الفائدة؟ تكلمنا عن الفائدة. علاج التهاب المعدة هذا مو بالموضوع. وضع المرضع قلنا. نسمع صوت الماي الجاري من اليوتيوب. اي نعم، ممكن تسمع صوت ماي جاري من يوتيوب. حلو سؤالك. شو اسمها سارة. ممكن ان انت تشغلين صوت ماي جاري من يوتيوب، ممكن حتى صوت المطر على فكرة جدا فيه علاج، وهذا ايضا ماء فيه علاج كبير. صوت المطر ما عندنا مطر عارف يعني، بس قصدي انه حتى من يوتيوب ولا من اي من هذه المحطات. لبان، ممكن نضيف لبان. هاي الشاي الاخضر مع ليمون، الحين ليش قاعدين تتفننون؟ قلنا ماي صيام الماء. الحين كل واحد يسالني عن شاي الاعشاب مباشره، تبون تحصلون مخرج. ما في مخرج، هو فقط ماء. لا تشربين لا شاي اخضر، الشاي الاخضر فيه منبهات، فيه كافيين. ما نبي نزيد تنبيه الجسم، نبي فقط نقلل، حتى دقات القلب نبي نبطئها، نبي نكون في سكينه في ذاك اليوم. ممكن تدخل في تأملات أكثر، ممكن تحط صوت المطر أو صوت الماء وتدخل في تأمل أيضا، ممكن تكون بالقرب من ماي ولا من بركة سباحة ولا من شيء، ممكن تلبس أزرق يوم الأحد عشان كل شيء يصير تدخل في مود الماي، ممكن تصب على راسك ماي، ممكن تأخذ شاورز، ممكن استحمام في الحمام، حتى ممكن تملي هذه ماي، فقط يكون احتكاكك بالماء أكثر. يوم 21 ساعة ايش دعوة. صوت المطر يذكرني بطفولتي. الله حلو، اذا طفولتك فيها مطر حلو. اوكي، فانت الحين زفيتكم لانه اوكي، بس احس انه مفهومي يعني صح. هل نشرب ماي جوز الهند؟ لا يا ناجي، ما يصير ماي جوز الهند. ماي جوز الهند فيه سكر، السكر فيه منبه، ايضا بيرجع ينبه لنا الجسم. نبي نشرب ماء. أظن نسيتوا أنتوا ماي شنو؟ الماي العادي هذا اللي ما في طعم، اللي بس كذي ماي يعني، الماي فقط، مو ماي جوز الهند، مو شاي، مو عصير، مو إحنا ما قلنا يوم سوائل، هذا إن شاء الله بنسويه يوم ثاني، ولكن صيام الماء. واللي مو متأكد ممكن إنه يبحث في جوجل، طبعًا في آراء مختلفة على جوجل. أنا سويت حلقة مع دكتور لودي مرة موجودة على يوتيوب عن صيام الماء لعلاج السرطان. وهو طبعا هي الحلقه اسمها علاج الماء صيام الماء لعلاج السرطان، ولكن اللي بيعالج سرطان ممكن يعالج اي شيء ثاني يعني، فممكن حتى تشوفونها كعلاج عامه، كطريقه مدخل حلو للتشافي يعني، خاصه في هالايام. وللاسف اللي اشوفه انا اليوم، الناس قاعده في البيت صح ومتملله وهذا اوكي، بس يا ريت وصفات صحيه، اللي حاط شوكليت واللي قاعد ياكل شيبس واللي قاعد يطبخ الله لا يراويكم يعني لحم على مشبوس على ما ادري شنو. فاحس ان احنا نسينا الهدف كله من القعده في البيت، هي عشان الوقايه، والوقايه لا تاتي كذي لله فلله يعني، عشان انت تصل الى الوقايه يجب ايضا ان تحسن نظامك الغذائي، ولكن وين الحين شو اقول شافهم. فاذا عندك وقت احضر دوره المناعه فعلا على اكاديميه عليا، فعلا بتعطيك معلومات ثمينة عن الشيء اللي انت خايف منه اصلا يعني، فصار فيك ان شاء الله ما يصير فيك، ولكن عندك الاسلحة جاهزة، مو عقب ما يصير الشيء والله الحين اعطيني شلون اعدل يعني. استغرب يعني، حتى اشوف بعض المدخنين ما زال يدخن
فهذه مشكلة رئة، يعني يقول لك إن أنت تنضرب في الرئة مباشرة، فالمفروض إن أنت الحين بالعكس تشتغل على الأكسجين، على التنفس، على جلسات التنفس، على تنظيف الرئة قدر الإمكان، يعني بدال ما تقعد في البيت وبس تقعد تطبخ باستا وعيش وأشياء ويزيد وزنك وتقلل صحتك وتقلل مناعتك في نفس الوقت. فخلاص ما بيطول عليكم، ولكن أسئلتكم من قلة الأكل أدوخ، تشوفي عاد أنت شنو حالتك. وإيه خلينا نتكلم عن بعض الأعراض اللي ممكن تصير وقت صيام الماء. أنا ما أقول لكم إنه هو بيكون كلش سهل وكلش حلو وكلنا بنقعد نصفق ونلعب يوم الصيام الماء، بيكون صعب، ولكن نحتاج إن نكون شوية عندنا اتصال مع جسمنا. إذا تعبت نام، يعني مو بس أوه والله أنا سويت صيام الماء وتعبت وخلاص قطعت ما عرفت شنو فيني. نعم، حتى إذا بتسوي صيام العصائر بعد متعب، يعني يفضل أن أنت حتى من الجمعة والسبت تبدأ أنك توقف الكافيين عشان بس تهيئة، يعني اليوم يوم اليوم الخميس إذا تبدأ من اليوم ما تشرب قهوة وشاي عشان الجمعة شوي تنظف الكافيين، هذا الشعور الإدمان اللي عندك يقل عشان أعراض الانسحاب يوم صيام الماء تقل. فهي 24 ساعة فقط صح، ولكن كل ما تهيئ لها أكثر كل ما أحسن. ممكن أن أنت تبدأ تقطع السكريات الجمعة والسبت عشان الأحد تكون مهيئ، ممكن أن حتى الكميات تقللها عشان ما يصير بين، أنا عارف إيش بيصير الحين، عارف أن يوم السبت الكل بيفتح خلاص كأنه يوم العيد وبيقعد يأكل كميات أكثر على أساس أن أنا باشر بصوم، بس المفروض أنه يكون العكس عشان أنت ما تتعب الأحد، مو بس عشان شيء، عشان أنت ما تتعب يوم الأحد ويصير عندك تروح مباشرة من تخمة إلى انقطاع تام عن الأكل. فكل ما خففت السبت أيضا بيكون عندك بتكون أسهل عليك. فالمهم هذا هو التحدي. تقول سندس ما أقدر أقرأ، تقول حاسة سوت صيام الماء وحست بضعف، وزني نازل، شلون ما أخلي صيام الماء ينزل وزني؟ يعني نادر جدا ان 24 ساعه فقط بتنزل وزنك لهذه الدرجه يعني، ولكن وزنك نازل يمكن لان ما عندك كفايه عضلات، فمستقبلا ابدئي فكري في بناء العضلات ايضا عشان وزنك يزيد بصحه ما يزيد فقط باكل ودهون. حلو هذا السؤال، سؤال شريف يقول وش افضل اكله بعد صيام الماء، وش نبدا اكلنا الافضل؟ ايه شنو أفضل شيء ناكله عقب ما نخلص الصيام؟ هذا حلو، فبيكون ريوق ثاني يوم يعني، فإفطار يوم الأثنين مو تنط مباشرة في الأكل ولا حتى في الكافيين. يفضل أنك تسوي لك عصير خفيف، يمكن يكون عصير أخضر أحسن ما يكون عصير فواكه عشان السكر ما يرتفع مرة واحدة، لأن أنت تكون نزلت كل شيء. فممكن أنك تبدأ بعصير أخضر أو حتى شوربة خضار، ممكن حتى شوربة ماء الخضار، تعرفون اللي شيء دافي وخفيف. وحاولوا انه يكون يوم الاثنين بعد صيام الماء ايضا نباتي، ما يكون في لحوم وما يكون في كذا، لان بعد ما يكون الجهاز الهضمي هادئ لمدة 24 ساعة خاصة هالفترة صعب جدا انه يرجع مباشرة وياكل لحم ولا ياكل شيء يحتاج قوة عشانه. في ذاك اليوم خلي يكون فواكه، خضار، سلطات، وواصل يوم الاثنين ايضا لا تنسى تشرب ماء، فانت تكون شارب ماء يوم الاحد كله وخلاص واصل حدك ما تبي تشوف حتى الماء مره ثانيه، ولكن لا تقع في هذا الفخ، يجب ايضا ان تواصل على شرب الماء حتى ثاني يوم بعد ما تفطر يعني عشان جسمك شوي شوي يتأقلم وشوي شوي ويظل يعني وظل اشرب ماء على طول، يعني حتى اذا تخلي في فتره الحين فتره الاجازه ولا فتره ظروف صعبه ولا اي ظروف مستقبليه، حتى ان شاء الله اذا 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 تمر بظروف صعبه دائما تخلي عندك هذه القدره على ان انا مو كل مره امر بشيء صعب او صدمه او ظروف صعبه او مشاعر متأججه ان انا مباشره ادخل في الاكل. عود روحك ان انت تبدا تنسحب عن الاكل عشان يصير هذا الهدوء النفسي. فانا انوي ان يوم الاحد صيام ماء، ولكن ايضا تامل كثير واحتكاك اكثر بالماء لكي اكون مثل الماء ويجري فيني الماء. حطوا لي تعليقكم بليز، الاسئله اللي ما قدرت اجاوبها حطوها في الحين، بحط اسم الحلقه على انستغرام، فحطوا لي اسئلتكم على البوست
عشان أقدر أجاوب عليها إن شاء الله في حلقة مقبلة. ومستقبلاً نشوف بعد، هل تحبون أن نكمل بهالطريقة؟ هل تحبون أن نسوي أشياء مع بعض دائماً يكون أحلى ويكون فائدة، ولأنه يكون في طاقة جمعية أيضاً تزيد الفوائد. فسوري إذا ما قدرت أجاوب على أسئلتكم صراحة، يعني العتب على النظر، ولكن أيضاً الأسئلة قاعد تطلع بطريقة سريعة وما بيطول الحلقة وايد. فحطوا لي أسئلتكم نواصل، وهذه الحلقة أيضاً بتروح على يوتيوب، فإذا شفتوها حطوا سؤالكم في التعليق، ممكن أن إحنا حتى نجاوب على الأسئلة لحلقات مستقبلية أو برامج مستقبلية بنسويها مع بعض. في هالفترة اللي حاب يروح يشترك في الأكاديمية aliaacademy.com اللي فيها الدورات، إذا حاب أنك تدخل شوي في المعلومة بطريقة أعمق، أو كمساندة فقط اشترك في قناة إنستغرام أو اشترك في قناة يوتيوب، أو انشر هذه الحلقة لمن تحب، حتى اللي معك في البيت ممكن يسوون معك صيام الماء. نراكم إن شاء الله لاحقا، مع السلامة.